السلام عليكم ورحمة الله. هذه المنطقة أنا بسويها طابوق هني على هذا الليفل، الطرفين طابوق، وبعدين هني بسوي انترلوك في البداية لين هني بداية الحصى. القص من هذا أساس أن بداية الممر يكون انترلوك والبقية حصى أو حجر. أنا بس في هالحالة في الأطراف بستخدم الطابوق، هذا الطابوق. ليش؟ لأن الطابوق هذا عرضه او ارتفاعه 20 سنتي، اما هذا الكربستون 15 سنتي. لان هنا دفان، هاي المنطقه فيه دفان، انا ابغي يعني يتغزر تحت في العمق، يعني لان هذا دفان، كل ما يعني العرض او الارتفاع اكثر بيكون اثبت، يعني بيعدي منطقه الدفان. هنا سوينا الليفل، شيء بسيط فيه انسيابي اساس ان مياه الامطار، وهذا نفس الشيء هني. هذا هو هذا الليفل كامل مع الحصى، انترلوك 3 حبات اساس ان ما اقص واكسر بين البيب والطابوق اللي بيه هنا. الليفل الطابوق هذا الليفل من اول اسوي الليفل اساس انه ما قطع، ما استخدم القلندر خاصة في النمون اماكن يعني. وشكرا.